التداولات في الأسواق العالمية وأبرز الملفات العالمية ينضم إلي هنا في الاستوديو السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة أمانة كابيتال. سيد نور أهلا وسهلا بك ورمضان مبارك. دعني أبدأ من يعني أبرز الأحداث التي حدثت في عطلة نهاية الأسبوع، ربما كان من أبرزها ما سمعناه من إسبانيا وأنها قد تكون قريبا من طلب خطة إنقاذ مالي، وأيضا انتهاء أو مفتشو صندوق النقد والاتحاد الأوروبي من زيارة لضمان التزام اليونان بالخطة التقشفية. كيف ترى انعكاسات ذلك؟ يبدو أن البيانات الإيجابية عن الوظائف الأمريكية كانت ربما أقوى هذه المرة من ناحية التأثيرات الإيجابية عن بعض الأخبار التي لا تزال سلبية من منطقة اليورو. بالتأكيد هو فعليا القرار أو التقرير الوظائف الأمريكي أعطى نوع من يعني الارتياح على الأقل للفدرال الأمريكي خلال الفترة الماضية، لأنه كنا يعني نتوقع تدخل قريب للفدرال الأمريكي أو تحركات قريبة، لأنه على الأقل كانت توقعات تشير إلى ما دون مستويات 100,000 وظيفة، لكن طلعنا بأكثر من 100,000. هذا شيء نوعا ما جيد بغض النظر أنه نسبة البطالة العام ارتفعت إلى 8.3. حتى كمان في عندنا الـ unemployment U6 أو اللي هي على مدار 6 أشهر ارتفعت إلى 15%، لكن هذا غير مقلق نوعا ما. أكثر ما هو مقلق لا زال هو في فعليا في اليونان. اليونان يعني رئيس الوزراء قال قبل أيام أنه خلال الفترة المقبلة أو الشهرين المقبلين ستكون حاسمة لليونان فيما إذا ستستمر في يعني البقاء في الاتحاد الأوروبي. السؤال الآن يكمن فعليا هو ما مدى أول شيء في عنا ستريس تيست أو اللي هو فحص الجهد لإسبانيا وحتى لليونان ودول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر المقبل. هنا سيكمن الأسئلة الكبيرة، ما مدى صعوبة هذا أول شيء هذا الفحص رقم واحد. رقم اثنين، ماذا سيتم أو ما الذي سيتم عمله من قبل المركز الأوروبي الذي لم يقوم بأي نوع من التدخل ولا حتى الإعلان عن المزيد من تيسير كمي شراء سندات أو حتى LTRO، بالرغم من أنه ليس الأسبوع الماضي الذي قبله سمعنا من يعني ماريو دراغي في خلال تواجده في لندن أنه هناك أكشنز ستتم خلال فترة قريبة، لكن شهدنا مرة أخرى عدم تحرك من الفدرال الأمريكي، عدم تحرك من المركز الأوروبي، وبريطانيا غير منتظر منها أصلا لأنه الشهر الماضي قامت بإضافة مزيد من التيسير الكمي. لكن في حال استمرت الآن الأمور في هذا المنحة، خصوصا مع ارقام النمو التي من المتوقع فعليا ان تشير لانكماش اكثر من التوقعات وتشير ويعني تظهر دبل ديبريسيشن في هنا يعني هنا السؤال يطرح نفسه، يعني مع استمرار البيانات الاقتصاديه السلبيه وحتى ما كنا نتحدث عن الولايات المتحده انه على الرغم من ارتفاع يعني معدلات التوظيف الا انه نسب البطاله ايضا ارتفعت الى 8.3%. البعض يرى انه ذلك يعني يعطي بعض الانديكيشنز انه يجب ان يكون يعني خطه التيسير الكمي ستحدث، ولكن السؤال هو متى وليس اذا ما كانت ستحدث ام لا. هل ذلك صحيح؟ وهل يعني الصور مماثله في الولايات المتحده بالاضافه للاتحاد الاوروبي؟ هلا متى من الممكن فعليا مع نهايه العام الحالي، لانه سيكون من الصعب فعليا على الفدرال الامريكي الاعلان عن QE3 بالاضافه الى وجود اللي هو الاوبريشن تويست او مبادره السندات، لكن ممكنه ومطلوبه على الاقل لانه التاثيرات الخارجيه وهي اكثر شيء اوروبا هي التي ستدفع الفدرال الامريكي على المزيد من يعني التيسير الكمي، وايضا لا يمكن الحكم عنها بشهر واحد. يعني احنا شاهدنا خلال الشهر الماضي ارتفاع الوظائف بحوالي 100,000، لا يعني انه ستستمر خلال الشهر المقبل، لانه كما شاهدنا في بدايه العام اول 3 أشهر كانت في اكثر من 200,000، لكن عدنا مره اخرى الى اكثر ما دون 200,000. في الوقت الحالي فعليا التحركات او بشكل عام استمرار السلبيه من اوروبا وارد، لكن التدخل وارد جدا اكثر من اي شيء اخر. سؤال السستينابيلتي والامكانيه الاستمراريه بتأكيد. هو السؤال الاصعب اليوم. طيب دعنا ننتقل قليلا الى لأستراليا. نحن نتوقع أيضا اجتماع للمركز الأسترالي سيتم فيه مناقشة الفائدة، لا تزال مرتفعة نوعا ما مقارنة بباقي الدول 3.5%. ما تأثير ذلك على الدولار الأسترالي وأيضا استمرار ارتفاع الدولار الأسترالي؟ بماذا نفسره؟ البعض يقول لارتباطه بالمعادن، البعض يقول لموضوع القمح وارتفاع هذه الأسعار. يعني ما هي القصة هنا في الدولار الأسترالي؟ أول شيء في عنا يعني ارتفاع أول شيء شهية المخاطرة على المعادن خلال الفترة الماضية، أو استمرار اللي هو يعني استقرار الذهب فوق مستويات 1525 1550، هذا نوعا ما أعطى دعم كبير للدولار الأسترالي، بالإضافة لأنه من الممكن أن نرى يعني أن لا يقوم فعليا اليوم البنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض أسعار الفوائد اليوم، لأنه في عنا خلال الأسبوع الحالي أيضا أرقام الوظائف
خلال تقرير الإشهار الماضي خسر الاقتصاد الأسترالي حوالي 27 ألف وظيفة خلال شهر يونيو الماضي. لكن الانتظار الآن هو فعليا هل سيتم يعني الشهر الماضي أو اللي هو يوليو، إذا تم فعليا خسارة المزيد من الوظائف، تخفيض أسعار الفوائد سيكون يعني نوعا ما حتمي في الاجتماع المقبل، وسنراه فعليا أو رأيناه بالأصل في آخر يعني حديث لرئيس الاحتياطي الأسترالي. لكن الارتفاعات لا أعتقد أن نرى أكثر مستويات 1.05 بالنسبة أو 5 سنتات بالنسبة للدولار الأسترالي. ارتفاعاته فعليا مدعومة بأسعار الذهب، لكن أسعار الذهب أيضا لا زالت في رينج معين ما بين 1550 إلى 1600 حتى نسمع أي نوع من التيسير الكمي الفعلي. نعم، ساعتها تتغير النظرة. أود أن أشكر ضيفي هنا في الاستوديو النور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في شركة أمانة كابيتال، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. أهلا وسهلا. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية نبض السوق. دائما للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا العربية .net.